وتامئة الصحفيين الموريتانيين في الانتخابات التي نظمتها نقابة الصحفيين الموريتانيين لاختيار نقيب يتولى قيادة النقابة خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد تنافس على النقابة مرشحان هما النقيب المنتهية ولايته أحمد سالم المختار السالم وعضو المكتب التنفيذي المنتهية مأموريته أحمد محمد سالم ولده، وسط دعوة بعض الصحفيين إلى مقاطعة الانتخابات أو التصويت بالحياد. تابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. أزيد من 1000 صحفي موريتاني يدلون بأصواتهم لاختيار نقيب لهم في انتخابات تشهد تنافسا بين مرشحين، وسط امتعاض واستياء البعض ودعوات آخرين للتصويت بالحياد، بحضور صحفيين يمثلون مؤسسات عربية وإفريقية ودولية. ولم تخلو أجواء انتخابات نقابة الصحفيين الموريتانيين بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط من مظاهر التذمر من طرف المؤتمرين، حيث عبروا عن ما قالوا إنها ظروف غير طبيعية شابت العملية الانتخابية، وهي أجواء تدعو للقلق على مستقبل النقابة والصحفيين وفق تعبيرهم. أنا أحد مؤسسين هذه النقابة وأحد أعضاء المكتب النقابي لنقابة الصحفيين الموريتانيين. لا أرضى أبدا بهذه الطريقة التي تسير عليها النقابة. لم أفهم أصلا انعقاد هذا المؤتمر. هناك من وافاه الأجل مكتوب في اللائحة، هناك من مازال ينتظر أن يكون على اللائحة، أشياء كثيرة وملاحظات كثيرة للأسف في هذا المؤتمر. وبالتالي نحن نطالب كما طالبنا في السابق أن تعود النقابة إلى أصالتها، إلى حداثتها، إلى نقائها. ولم يخفي بعض الصحفيين مآخذهم على المؤتمر التأسيسي الثالث والأجواء التي صاحبته. انطلاقة المؤتمر لما ينطلق ما هو لفت لين اكتمل النصاب القانوني للمسجلين على اللائحة، خلقت بعض الثغرات في هذه اللائحة لأن تم تكرير أسماء أشخاص، وتم ايضا حذف بعض الاشخاص لم يجدوا اسمائهم على اللائحه، بالتالي فهم محرومون من التصويت. ايضا هنالك بعض الشروط التي وضعت على المنتسبين للنقابه عندما تم فتح الانتساب في الفتره الماضيه. وتشرف على عملية الاقتراع لجنة تتكون من محامين وقضاة وصحفيين عبر التصويت المباشر والسري. شهد قصر المؤتمرات بنواكشوط تزامنا مع بذ تصويت أجواء طبعها التوتر والاستياء والامتعاض ومشادات كلامية بين بعض المصوتين، بينما حاول الآخرون التخفيف من الاحتقان السائد وتغليب منطق الحكمة. ومعنا في الاستوديو محمد علي والعبادي كاتب صحفي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. الى اي حد يتاثر واقع المشهد الاعلامي في موريتانيا بمن يصبح نقيبا للصحفيين، وهل تبقى التحديات الماثله هي؟ اعتقد ان انتخاب الصحفيين لنقيب لهم لا يمكن ان يشكل حلا لمشكلات جوهريه، الا انه على الاقل يعطي دماء جديدة في الحقل الصحفي. نعم. كما أنه يرسخ تلك المشكلات ويعطيها كذلك، يجعلها على الطاولة من جديد. وأنتم تعرفون بأنه في كل مؤتمر هناك وثائق تناقش وهناك قضايا تهم الصحفيين تتم مناقشتها، خاصة أن القطاع في هذه الفترة يعاني الكثير من الاختلالات، سواء من ناحية الكادر الصحفي أو من ناحية المؤسسات الصحفية التي يشتغل فيها الصحفيون. نعم، إذن تعدد النقابات الصحفية إلى أي حد يسهم إيجابا في تذليل التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الميديا؟ أنا أعتقد أن تعدد النقابات الصحفية إذا كان من أجل التعدد ومن أجل آراء ليس خلافا وإنما هو اختلاف في الطرح، اختلاف في التنافس على خدمة القطاع الصحفي، أعتبر بأنه شيء عادي وربما يكون مهم. لكن في إطار ما تعانيه المهنة حاليا من ترحل وما تعانيه من مشكلات، سواء من الناحية المهنية أو من ناحية أخلاقيات المهنة أو من ناحية المؤسسية، أعتقد أنها كلها قضايا تتطلب من الحقل الصحفي أن يتوحد وأن تكون له رؤية موحدة وأن تكون نقاباته يدا في يد من أجل على الأقل
تقديم الدواء وتقديم الحل لهذا القطاع المطحون الذي يعتبر هو الأساس لأي ديمقراطية، لأي دولة ينشد فيها العدالة، تنشد فيها الديمقراطية، لأنه بدون سلطة رابعة، بدون عين مراقبة، بدون أن تكون هذه العين يمكن لها أن تسلط الضوء وأن تكون مجهرا لرؤية المشكلات والاختلالات، أعتقد أنه دون إصلاح هذه العين وكذلك علاجها فإنها ستكون انعكاساتها سلبية. نعم، إذن ما أبرز التحديات التي تواجه الصحافة والصحفيين اليوم؟ أنا أعتقد أنه في الفترة الماضية تم تنظيم أيام تشاورية لإصلاح الصحافة، وتنادى لها الصحفيون من جميع مواقعهم وطرحوا بدائل، حلول لإصلاح المؤسسات الصحفية، حلول لوضع حد للترحل الصحفي، كذلك لخدمة المهنيين في هذا القطاع. أنا أعتقد أنه بدون مؤسسات صحفية يمكن الصحفي يكون الصحفي مجرد رجل يعيش بطالة مقنعة، كذلك صحفي بدون مؤسسة أعتقد بأنه يشكل مفارقة. وأعتقد أنه في هذه بعد تلاقح أفكار وبعض النقاش المعمق تم وضع بعض الحلول التي كان من الممكن أن تكون خارطة طريق لإصلاح هذا القطاع. أول هذه الحلول أن يكون هناك مجلس أعلى للصحافة، أن يكون هناك جسم موحد لهذه الصحافة، أن يتم الاعتناء بأخلاقيات المهنة حتى لا يتم الاعتداء على الصحفيين وعلى مهنتهم. فأنا أعتقد أنه بعد من التسعينات حتى الآن، بعد ما يقارب 30 سنة من العمل في المجال الصحفي الخصوصي والمجال الصحفي العمومي، أصبح من اللازم تنظيم هذا القطاع، ومن اللازم أن نضع حدا لاختراق الأزمة واختراق المهنة. يطالب البعض بتنقية الحق الصحفي من الدخلاء على المهنة، إلى أي حد ترى أن هذا المطلب واقعي؟ أنا أعتقد أن أي دخل على المهنة وهو لا يخص شخصا بعينه، وإنما هو شعار عام، أعتقد أنه يجب في إطار هذه الحرية التي نعيش بها أن يتم تنظيم الصحافة، قطاع الصحافة، وأن نعطي لهذا القطاع قدسيته حتى لا تكون الصحافة مهنة لمن لا مهنة له. أنا أعتقد أن الصحافة هي المرآة التي يطل بها المواطن على مشكلاته، يرى فيها ما يعانيه وطنه، إذن لا بد لها من رجال أكفاء قادرين على تفهم المشكلة وقادرين على التعامل معها، ولديهم أخلاقياتهم التي تمنعهم من فعل ما هو مشين في المجتمع إلى غير ذلك. إذن ما أولوية الإعلام الموريتاني اليوم؟ أنا أعتقد بأن أولوية الإعلام الموريتاني هو إصلاحه من الداخل، أن يتنادى الصحفيون وأن يعرفوا أن المشكلة ليست في النقابات وليست في تعدد النقابات، وإنما المشكلة في التوحد على حل هذه المشاكل من الداخل، وأن نعطي فيها رؤيتنا، وأن لا يكون الحل عند زيد ولا عمر. يعرفوا بأنهم مطالبون كلهم لوضع حلول لهذا المشكل ولإخراج الصحافة من أزمتها، لأن الصحافة أصبح كل واحد الآن يتكلم عن الصحافة وينتقد الصحافة. إذن أنا أعتقد أن هذا القطاع يجب أن يكون له حماته، يجب أن يكون له من يدافعون عنه، وأن لا يكون بابا مفتوحا لكل من هب ودب. نحن نحترم الجميع، لكننا نحترمهم في إطار المهنة الصحفية، في إطار أخلاقيات المهنة الصحفية، في إطار العمل بقدسية هذه المهنة التي لعبت دورا كبيرا في العالم وليس في موريتانيا وحدها. نعم، الكاتب الصحفي محمد علي العبادي، شكرا جزيلا لك.